اللي تضررت من فيروس كورونا أو الكوفيد 19 في العالم هو قطاع السياحة، باعتبار أنه توقف بنسبة 100%، تقريبا 3000 وكالة في الجزائر أو أكثر، يعني الإحصائيات الأخيرة تتكلم على أكثر من 3000 وكالة مرخصة في الجزائر بمعدل توظيف الوظائف المباشرة. نتكلموا على الوظائف المباشرة، لأن فيه في السياحة فيه وظائف مباشرة وفيه وظائف غير مباشرة، والأخصائيين يقولوا أن قطاع السياحة كقطاع حيوي واستراتيجي يؤثر سلبا أو إيجابا في 50 قطاع اقتصادي حيوي. كاين وكالات اللي عندها أكثر من 50 موظف يعني، لكن ماهوش كلها. لذلك حنا ناخذوا المتوسط تاع 10 موظفين مباشرين لكل وكالة، عندنا 30,000 موظف. تكلمنا على الوظائف الغير مباشرة، فالرقم راح يصعد يعني بطريقة رهيبة. أول حاجة اللي تكلمناها، النقطة الأولى هو الإعفاء التام، الإعفاء التام مش تأجيل، الإعفاء التام من كل الضرائب المترتبة على الوكالات السياحية، ولا اللي كان لازم تترتب على الوكالات السياحية خلال هذه السنة كامل. الحاجة الثانية، إعفاء كذلك الوكالات السياحية من كل الأعباء الاجتماعية، أقصد بذلك لاكناس إلى كرسنوس. الحاجة الثالثة، إمكانية وجد إيجاد صيغة لكي الدولة أو الجهات المعنية تعطي للوكالات السياحية تعويضات اللي من خلالها يمكنهم دفع أجور المستخدمين بغية الإبقاء عليهم. إعادة بعث السياحة في العالم قبل 2020 مش ممكن، لأن حتى من ناحية البسيكولوجية، حتى وإن غدوة إن شاء الله ونتمناوه كورونا يتوقف، من ناحية البسيكولوجية لي سيكال يقعدوا، الناس يقعد هذاك الخوف، هذاك لو باريير، يخاف ينعد، يخاف يسافر، دونك التبعات رايحة تكون خطيرة، خطيرة جدا على قطاع السياحة في العالم. دول اللي كانت مركز الاقتصاد تاعها على السياحة راهي في مشاكل كبيرة، ولازم هاد الأزمة تعلمنا باش نعتني بالسياحة الداخلية التي لا تؤثر ولا تتأثر، يعني السياحة الداخلية ما تتأثرش بالعوامل الخارجية إذا كان فيه يعني مرض، لذلك لابد الاعتناء بها.